يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ما حقيقة التقوى أيها الأحباب الكرام؟ يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ويقول الشاعر: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. ويقول الآخر: اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فلنحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى حتى يؤتينا الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اسمع إلى الجزاء: يصلح لكم أعمالكم. كل أعمالك يصلحها الله عز وجل، يبعد عنها الخطأ، يبعد عنها الريبة، يبعد عنها الرياء، يصلح لكم أعمالكم، بل وفوق ذلك ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. التقوى أمر جميل، متى ما فعلناه وحلينا قلوبنا وجملنا أفئدتنا بها حزن البركات والخيرات والثمرات العظيمة من رب البريات سبحانه وتعالى.